السلام عليكم يعطيكم العافية أنا الأستاذ نور إدريس إن شاء الله اليوم رح نحكي عن درس المتغير العشوائي المنفصل وتوزيع ذي الحدين لطلاب الثاني ثانوي أدبي بداية كنا لازم نعرف شو يعني متغير عشوائي منفصل بقولنا هو اختران مجاله أوميجا مدى مجموعة منتهية من الأعداد الحقيقية. بداية قبل ما نبلش بهذا الدرس أوميجا بدنا يعني نعرف شو يعني أوميجا. بالنسبة لنا أوميجا مرت معنا في سنوات سابقة هي عبارة عن الفضاء العيني للتجربة. عندنا الفضاء العيني احنا بنرمز له برمز أوميجا. هاي الأوميجا احنا كيف بنوجدها؟ مثلا عندنا راح يكون أنواع من التجارب اللي احنا راح نعملها وتظهر عندي أوميجا ونشوف كيف راح نوجدها. بداية بقول لي عند إلقاء قطعة نقد مرة واحدة بالنسبة إلي لما أرمي قطعة نقد مرة واحدة شو الاحتمالات اللي ممكن تظهر أمامي؟ إحنا بنعرف إما رح يكون صورة أو كتابة النتائج اللي ظهرت من تجربة إلقاء قطعة نقد مرة واحدة هاي هي عبارة عن عناصر أوميجا فباجي بحكي أوميجا هون عبارة عن صورة أو كتابة اللي هي العناصر اللي نتجت من تجربة إلقاء قطعة نقد مرة واحدة بقدر أجي أحكي عدد عناصر أوميجا أعدهم هاي عندي عنصر عنصرين أو باجي بحكي قطعة النقد عندي قطعة واحدة لها وجهين فبالنسبة إنا عدد عناصر أوميجا اثنين في التجربة الثانية لو حكينا عند إلقاء قطعتي قطعتي نقد مرة واحدة أنا بالنسبة إلي بدي أوجد عناصر أوميجا باجي بحكي قطعة النقد الأولى إما بتعطيني صورة أو كتابة قطعة النقد الثانية إذا كانت قطعة النقد الأولى صورة فإحتمال تكون الثانية إما صورة أو كتابة إذا كانت أعطتني القطعة الأولى كتابة إما تكون القطعة الثانية صورة أو كتابة فبالنسبة لنا أوميجا هي عبارة عن المجموعة العناصر صورة صورة التجربة الأولى صورة 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 كتابة بالنسبة لنا كتابة صورة الاحتمال الأخير كتابة كتابة وهيك إحنا أوجدنا عناصر أوميجا لو أجينا عديناهم عندي عنصر عنصرين ثلاث اربع عناصر لو اجينا بدنا نعرف عدد عناصر اوميجا من غير ما نعمل المخطط بالنسبه لنا إن انا عندي قطعتين نقد كل قطعه نقد بتتكون من وجهين هي اثنين ضرب اثنين قطعة النقد الأولى قطعة النقد الثانية حاصل ضربهم أربعة فبالنسبة لي لازم تكون عدد عناصر أوميجا أربعة هاي واحد اثنين ثلاث أربعة وهيك إحنا أوجدنا أوميجا اللي هي عبارة عن عناصر أو تجربة إلقاء قطعتي نقد مرة واحدة طبعا هون عندي قطعتين نقد كل عنصر يتكون من شقين هاي صورة صورة هاي بتمثل قطعة النقد الأولى وهاي قطعة النقد الثانية لو أجينا في رقم ثلاث بقول لي عند إلقاء ثلاث قطع نقد مرة واحدة لما أنا بدي أرمي ثلاث قطع نقد مرة واحدة بدي أعرف بالنسبة إلي شو هي عناصر أوميجا. باجي بحكي قطعة النقد الأولى إما بتعطيني صورة أو كتابة. قطعة النقد الثانية هي هون إما صورة أو كتابة. إما صورة أو كتابة. هيك أنا رميت قطعتين نقد. القطعة الثالثة بتعطيني إما صورة أو كتابة. إما صورة أو كتابة وهون كذلك الأمر صورة كتابة صورة كتابة فباجي بحكي عناصر أوميجا بالنسبة لنا هي عبارة عن أول عنصر رح يكون القطعة الأولى بتعطيني صورة الثانية صورة الثالثة صورة فهذا بالنسبة لي أول عنصر من عناصر أوميجا اللي هي صورة 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 العنصر الثاني صورة صورة كتاب فباجي بحكي صورة صورة كتابة العنصر الثالث صورة كتابة صورة هاي صورة كتابة صوره العنصر الرابع صوره كتابه كتابه فباجي بحكي صوره كتابه كتابه هون كتابه صوره صوره هاي عنصر كتابه صوره صوره نيجي بنحكي كتابه صوره كتابه يلا كتابه كتابه صوره العنصر الاخير كتابه 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 فبالنسبة لنا هاي مجموعة العناصر هي اللي بتمثل لي عناصر أوميجا اللي هي الخيارات المتاحة أمامي في تجربة إلقاء ثلاث قطع نقد مرة واحدة فبعد بحكي عدد عناصر أوميجا هي عندنا عنصر عنصرين هاي ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عندي ثمان عناصر لأوميجا طب أنا كيف بقدر أعرف عدد عناصر أوميجا من غير ما أعمل التجربة لو حكينا أنا عندي ثلاث قطع نقدية كل... كل قطعة نقدية تعطيني احتمالين صورة كتابة هي قطعة النقد الأولى قطعة النقد الثانية وقطعة النقد الثالثة حاصل ضربهم زي ما بنعرف اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين هو عبارة عن ثمانية فبالنهاية يكون عندي عناصر أوميجا ثمانية هون العنصر كل عنصر من أوميجا بده يكون عبارة عن ثلاث قيم هاي صورة 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 لأنه عندي ثلاث قطع نقدية هاي بتمثل القطعة الأولى القطعة الثانية القطعة الثالثة وهيك إحنا قدرنا نطلع عدد عناصر أوميجا ونطلع أوميجا اللي هي مجموعة الفضاء العيني لتجربة إلقاء قطع نقد سواء كانت مرة مرتين أو ثلاث مرات نيجي على الأسئلة البقية لو أجينا حكينا رقم أربعة عند أو هون عند تحديد جنس مولود حسب الجنس والعمر لما انا بدي احدد جنس مولود بالنسبه لي المولود هذا راح يكون اما ولد او بنت انا عندي مولود واحد اما بده يكون اما ولد او بنت فبالنسبه لي هاي بتمثل لي عناصر اوميجا معناته انا في هاي التجربه لما اجي بدي احكي تحديد جنس مولود هذا المولود اما يكون ولد او بنت فهاي بتمثل لي عناصر اوميجا لو اجينا حكينا في رقم خمسة عند تحديد جنس طفلين مرتبين حسب الجنس والعمر انا عندي هون طفلين الطفل الاول زي ما حكينا اما يكون ولد او بنت الطفل الثاني ايضا اما ولد او بنت هاي هون ولد او بنت فباجي بحكي عناصر اوميجا هي عبارة عن العنصر الاول بيكون عندي هاي هون عندي ولد ولد هذا بيمثل العنصر الاول العنصر الثاني ولد بنت العنصر الثالث بنت ولد العنصر الرابع بنت بنت فهيك احنا اوجدنا عناصر اوميجا اللي هي بنسميها الفضاء العيني لتحديد جنس طفلين مرتبين حسب الجنس والعمر لو اجينا حكينا في رقم سته عند القاء حجر نرد مرة واحدة احنا كلنا بنعرف انه حجر النرد هو عبارة عن حجر له ست اوجه مرقمين من الاعداد من واحد الى ستة معناته انا لما ارمي حجر النرد احتمال يطلع لي الوجه اللي عليه الرقم واحد واحتمال يطلع لي الوجه اللي عليه رقم اثنين ممكن ثلاث أربعة خمسة ستة فهاي الأعداد اللي ممكن تظهر لي عند تجربة إلقاء حجر نرد فبالنسبة لي هاي بتكون هي عبارة عن عناصر أوميجا فهيك أنا قدرت أوجد عناصر أوميجا في تجربة إلقاء حجر نرد مرة واحدة طب أنا لو بدي أعمل تجربة إلقاء حجرين نرد رقم سبعة عند إلقاء حجري نرد مرة واحدة بالنسبة إلنا عند إلقاء حجرين نرد مرة واحدة لو بدنا نيجي نحكي إيش احتمال أو إيش هم عناصر أوميجا اللي نطلعهم بطريقة كثير سهلة وبسيطة بالنسبة إنا الحجر الأول راح يكون مرقم من واحد لستة هاي واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة الحجر الثاني ايضا مرقم من الواحد لستة واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة هيك أنا قدرت أعمل بداية الحجر الأول اللي هو مرقم لي بالنسبة لي من واحد لستة الحجر الثاني أيضا مرقم من واحد لستة هسا أنا بدي أعرف شو هم عناصر أوميجا بالنسبة لي لو حكينا ممكن الحجر الأول يعطيني واحد وممكن الحجر الثاني واحد يعني الوجه اللي يظهر عند الرقم واحد وهون يظهر عند الرقم واحد فبالنسبة لي أول احتمال ممكن يطلع معي واحد فاصلة واحد الاحتمال الثاني ممكن واحد مع الاثنين هاي الأعداد الظاهرة ممكن الواحد مع الثلاث ممكن الواحد مع الأربعة، الواحد مع الخمسة، الواحد مع الستة. طب لو طلع عندي في الحجر الأول الرقم اثنين، ممكن الحجر الثاني يطلع واحد. ممكن اثنين واثنين، اثنين وثلاث، اثنين وأربعة، اثنين وخمسة، اثنين وستة. ممكن الحجر الأول يطلع معي الوجه فيه ثلاث وواحد، وممكن يكون ثلاث واثنين، وممكن يكون ثلاث وثلاث. ممكن يكون بالنسبة لي ثلاث وأربعة ممكن يكون بالنسبة لنا ثلاث وخمسة وثلاث وستة نكمل لو كان عندنا الوجه أربعة ممكن يكون أربعة وواحد أربعة واثنين أربعة وثلاث أربعة وأربعة أربعة وخمسة أربعة وستة ممكن يكون عندنا هون خمسة وواحد خمسة واثنين خمسة وثلاث خمسة وأربعة خمسة وخمسة خمسة وستة وكذلك الأمر بالنسبة للستة ممكن تكون ستة وواحد ستة واثنين ستة وثلاث ستة وأربعة ستة وخمسة وستة وستة هاي هي عناصر أوميجا عند إلقاء حجرين نرد مرة واحدة هاي هي العناصر اللي ممكن تظهر معي وعددها بالنسبة لنا عدد عناصر أوميجا بتساوي 36 عنصر لو عديناهم رح نلاقيهم 36 كيف ممكن اوجدهم حجر النرد الاول عندي له ست اوجه حجر النرد الثاني سته الجواب بالنسبه لي 36 هاي بتمثل لي عدد عناصر اوميجا بالنسبه لنا تجربه القاء حجر النرد تحديد جنس المولود او القاء قطعه نقد عناصر اوميجا كيف نوجدها هذا بالنسبه لنا كثير مهم وبنوجدها بالطريقه اللي احنا شفناها امامنا هيك احنا عرفنا شو هي اوميجا اللي هي بالنسبة لنا مجموعة الفضاء العيني عرفنا كيف نوجد اوميجا نكمل في درسنا بحكي لنا المدى هي قيم سين الممكنة توزيع احتمالي مجموعة الزواج مرتبة بتربط لكل عنصر من عناصر المدى مع احتمال اللي بيقابله طبعا هذا كيف رح نشوفه بالمثال بصير اوضح واسهل بالنسبة لنا بحكي لنا الاحتمال عدد عناصر الحادث على عدد عناصر اوميجا مجموع احتمالات التوزيع الاحتمالي لازم تساوي واحد يعني لام السين واحد لام السين اثنين للام السين نون بتساوي واحد نشوف كل هذا الحكي في مثال توضيحي رح يكون كثير بسيط بالنسبة لنا بيحكي لنا في المثال الأول في تجربة رمي قطعتين نقد مرة واحدة دل المتغير العشوائي سين هاي سين بدل على عدد مرات ظهور الصورة بداية أول إشي طالب منا عناصر الفضاء العيني أوميجا عشان نوجد أوميجا قلنا أنا عندي قطعتين نقد القطعة الأولى إما تكون بالنسبة لنا هاي فرع ألف القطعه الاولى اما تعطيني صوره او كتابه القطعه الثانيه هي صوره كتابه صوره كتابه زي ما تعلمنا ايجاد عناصر اوميجا الفضاء العيني لتجربه رمي قطعتين نقد مره واحده فبالنسبه لنا اوميجا راح تكون عباره عن العنصر الاول صوره صوره راح تكون صوره كتابه كتابه صوره بالنسبه لنا كتابه كتابه هذا بالنسبة لنا المطلوب الأول اللي هو عناصر الفضاء العيني وهينا أوجدنا عناصر أوميجا بقول لي قيم سين الممكنة في الرعباء. قيم سين لو اجينا اطلعنا انا بدي اكتب قيم سين طب سين شو هي هون بقولنا بالسؤال سين بدل على عدد مرات ظهور الصورة معناته سين بقول لي كم مرة طلعت عندي صورة لو اجينا على عناصر اوميجا اللي موجودة عندنا هون في العنصر الاول كم مرة طلعت الصورة هي طلعت مرة مرتين معناته قيم سين الممكنة ممكن تكون بالنسبة الي اثنين لو اجينا على الثاني هي عندي صورة كتابة طلعت معي مرة واحدة الصورة معناته قيم سين ممكن تكون واحد باجي هون كتابة صورة طلعت معي مرة خلص ما انا كتبتها ما في داعي اكررها بالنسبة لنا كتابة كتابة ما في اي صورة موجود عندي هون فبتكون قيمة سين صفر معناته قيم سين الممكنة هم الاثنين والواحد والصفر لو اجينا على فرع جيم بقول لي كون جدول التوزيع الاحتمالي فرع جيم طالب منا كون جدول التوزيع الاحتمالي. نيجي نشوف كيف بدنا نكون جدول التوزيع الاحتمالي. جدول التوزيع الاحتمالي دائما بتكون عندي س ولام س. لام س معناها احتمال، احتمال س. قيم س الممكن اللي احنا اوجدناها اللي هي الصفر والواحد والاثنين هاي قيم س الممكنة اللي احنا اوجدناها من مجموعة الفضاء العيني وقلنا بالسؤال سين بدل على عدد مرات ظهور الصورة طيب بالنسبة لي انا عدد عناصر اوميجا او اوميجا شو هي كانت بتمثل لنا كانت هي عبارة عن صورة 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 كتابة كتابة صورة كتابة كتابة هاي بالنسبة لنا عناصر اوميجا طيب لو اجينا سالنا بدي اكون جدول التوزيع الاحتمالي، بقولي لما كانت سين صفر، هون بدي اجي احكي، هون كانت صفر كتابي كتابي ما في عندي ولا صورة، شو احتمالها؟ طلع عندي عنصر واحد من عناصر اوميجا ما فيه أي صورة، فباجي بحكي عندي عنصر واحد من أصل، بعد العناصر، واحد اثنين ثلاث أربعة، معناته بالنسبة إلي عندي عنصر واحد ما بيحتوي على صورة من أصل أربع عناصر. نيجي هون واحد معناته وجود صورة على الأقل باجي بحكي هاي صورة كتابة هاي هون واحد هاي هون عندي كتابة صورة هاي كمان عنصر معناته عندي عنصرين من أصل أربع عناصر اللي هم عناصر أوميجا باجي على رقم اثنين بدي يكون عندي صورتين هاي صورة صورة وفش غيرها واحد من أصل أربعة وهيك أنا بالنسبة لي كونت جدول هذا الجدول بسميه جدول التوزيع الاحتمالي بفرع دال طالب منا إنه إحنا نوجد اكتب التوزيع الاحتمالي نشوف كيف بدنا نكتب التوزيع الاحتمالي بحكي لنا التوزيع الاحتمالي هو عبارة عن الأزواج المرتبة بين سين واحتمالها فباجي بحكي التوزيع الاحتمالي بيساوي أول قيمة لسين صفر الاحتمال إلها واحد على أربعة هي صفر واحد على أربعة القيمة الثانية واحد الاحتمال إلها اثنين على أربعة القيمة الثالثة اثنين الاحتمال إلها واحد على أربعة وهيك انا اوجدت التوزيع الاحتمالي وهاي هي بالنسبة لنا طريقة حل هذا السؤال طريقة كثير سهلة وبسيطة نيجي على المثال الثاني من درس المتغير العشوائي المنفصل في المثال الثاني شو معطينا بقول لي عند رمي قطعة نقد ثلاث مرات اكتب الفضاء العيني لهاي التجربة بداية انا بدي ارمي قطعة نقد ثلاث مرات بالنسبة لنا الفضاء العيني عشان نوجد قطعة النقد الاولى اما بتكون صورة او كتابة قطعة النقد الثانية ايضا تعطيني احتمال صورة كتابة هاي بالنسبة لنا صورة كتابة ايضا قطعة النقد الثالثة هاي صورة كتابة صورة كتابة صورة كتابة وهي أيضا صورة كتابة. فأنا أول إشي طالبه مني في السؤال بقول لي اكتب الفضاء العيني لهاي التجربة. عشان نكتب العناصر الفضاء العيني هي باجي بحكي أوميجا بتساوي يلا الاحتمال الأول صورة 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 فهي صورة صورة صورة. الثاني صورة صورة كتابة هي بالنسبة لنا صورة صورة كتابة. يلا صورة كتابة صورة هون عندي صورة كتابة كتابة نجم نحكي كتابة صورة صورة كتابة صورة كتابة نجم نحكي كتابة كتابة صورة آخر عنصر كتابة 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 بالنسبه لنا هاي اوجدنا الفضاء العيني او اوميجا هاي اكتب عناصر الفضاء العيني هي نفسها قلنا اوميجا في بدايه درسنا هيك انا اوجدت عناصر اوميجا الفضاء العيني بقول لي اذا دل اذا دل المتغير العشوائي على عدد مرات ظهور الصوره معناته انا بدي بقول لي المتغير العشوائي المتغير العشوائي بالنسبه انه هو س هو عدد مرات ظهور الصوره تمام اكتب قيم سين الممكنه باجي بحكي بدي اشوف كم قيمه لسين بدها تطلع عندي هاي قيم سين باجي بحكي قيم سين الممكنه باجي على اول عنصر كم مره ظهرت عندي الصوره ظهرت مره مرتين ثلاث معناته قيم سين الممكنه ممكن تكون ثلاث نيجي هون ظهرت عندي الصوره مره مرتين ممكن تكون اثنين نيجي هون هاي ظهرت عندي الصوره مره وهي مرتين ما بكرر هاي ظهرت عندي مرة مرتين وإحنا كاتبين الرقم اثنين بدون تكرار نيجي هون هاي عندي صورة وحيدة معناته ممكن تكون واحد نيجي هون هاي عندي صورة صورة عندي اثنتين وكاتبينها ما بكرر حكينا هاي هون عندي صورة واحدة وكاتبين الواحد ما بكرر هون عندي أيضا صورة واحدة ومكتوب عندي الواحد ما منكرر نيجي على الأخيرة كتابي كتابي كتابة ما بتحتوي على أي صورة فبكون بالنسبة لنا صفر فقيم سين الممكنة رح تكون بالنسبة لنا الثلاث والاثنين والواحد والصفر لأنه بقولنا المتغير العشوائي سين هو بدل على عدد مرات ظهور الصورة بقولنا بين أن لام هو اقتران احتمال للمتغير العشوائي سين هسا عشان أبين أنه لام اقتران احتمال أول إشي بدي أعمله كتابة جدول التوزيع الاحتمالي وطالب منا كون جدول التوزيع الاحتمالي يلا جدول التوزيع الاحتمالي زي ما تعلمنا في المثال السابق نيجي بنحكي هاي س ولام س لام س معناها احتمال القيم اللي باخذها المتغير سين اللي هي الصفر الواحد والاثنين والثلاث الصفر معناها عدم ظهور الصورة في الخيارات هاي هون عندي كتابة 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 ما ظهرت الصورة نهائيا هاي عندي عنصر هون ظهرت الصورة هون ظهرت 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 وهون نفس الشيء وهون كذلك الامر كذلك الامر معناته ما ظهرت في حالة وحيدة كانت كتابة 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 من اصل عناصر اوميجا لو عديناهم عندي عنصر اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية معناته ما ظهرت عندي الصورة بعنصر من اصل ثمان عناصر هاي كتبنا الصفر واحتمالها باجي على الواحد كم مرة ظهرت عند الصورة مرة واحدة باجي بحكي هون ظهرت ثلاث هون ثنتين هاي هون ظهرت مرة هاي واحد هاي هون بالنسبة لي أيضا ظهرت كمان مرة هاي اثنين هون ظهرت مرتين هون ظهرت مرة واحدة هاي ثلاث هون ظهرت أيضا مرة واحدة فبالنسبة لي بتكون ظهرت أربعة من أصل ثمانية بحكي لنا لما تكون بالنسبة لنا ظهرت مرتين باجي بحكي هاي صورة صورة هي ظهرت مرتين هي هون أيضا ظهرت مرتين فعندي حالتين ظهرت فيهم الصورة مرتين اثنين من أصل ثمانية متى بتظهر الصورة بثلاث مرات هي مرة مرتين ثلاث احتمال واحد أو عنصر واحد ما في غيره من أصل ثمانية بهاي الحالة أنا هذا الجدول اللي عملناه بسميه جدول التوزيع الاحتمالي وهيك أنا كونت جدول التوزيع الاحتمالي بالنسبة لنا ظل علي آخر شغلة بين أن لام هو اقتران احتمال عشان نبين له أنه لام اقتران احتمال لازم يكون مجموع لام السين بساوي واحد باجي بحكي هاي لام السين مجموع لام السين لازم يكون واحد إذا كان عندي مجموع لام السين بساوي واحد باجي بحكي عنه اقتران احتمال نشوف كيف باجي بحكي عندي اللام السين الأولى واحد على ثمانية زائد عندي هون أربعة على ثمانية زائد 2 على 8 زائد هون عندي 1 على 8 باجي بجمع 1 زائد 4 5 زائد 2 7 زائد 1 8 والمقام 8 ف 8 على 8 بتساوي 1 فبالنسبة إلنا مجموع احتمالات السين طلع جوابي 1 هيك أنا بكون بينت له إنه لام اقتران احتمال معنى بين لي إنه لام اقتران احتمال لازم أجمع له الاحتمالات اللي طلعت معي من جدول التوزيع الاحتمالي ويطلع الجواب بالنسبة إلي واحد وهيك أنا بكون بينت له أنه لام هو عبارة عن اقتران احتمال نيجي على سؤال رقم ثلاث طالب منا عند تسجيل طفلين حسب تسلسل الجنس وتسلسل الولادة بحكي لي إذا دل المتغير العشوائي سين على عدد الأطفال الذكور هاي محدد لي شو سين هو بالنسبة لي عدد الأطفال الذكور اكتب الفضاء العيني لهذه التجربة بداية مسألة رقم ثلاث بقول لي تسجيل بالنسبة لي طفلين يلا تسجيل الطفلين زي ما تعلمنا كتابة الفضاء العيني لهي التجربة احتمالية الطفل الأول يكون إما ولد أو بنت الاحتمال الثاني الطفل الثاني هي عندي هون ولد بنت هاي بالنسبة لي ولد بنت فبالنسبة لنا عناصر أوميجا إما راح تكون ولد 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 بنت وبالنسبة لي بنت ولد أيضا هون بنت بنت وهيك احنا كتبنا عناصر الفضاء العيني بالنسبة لي اللي هي بتمثل لي اوميجا. بيجي بحكي لنا اكتب الفضاء العيني لهذه التجربة ثم اكتب جدول التوزيع الاحتمالي. أول مطلوب اللي هو عناصر الفضاء العيني هي عناصر الفضاء العيني. عناصر الفضاء العيني قلنا بختصرها برمز الأوميجا، هسا بدي أكون له جدول التوزيع الاحتمالي. كون جدول التوزيع الاحتمالي. نشوف كيف احنا ممكن نكون له جدول التوزيع الاحتمالي. بداية عشان أكون له جدول التوزيع الاحتمالي بدي أوجد قيم سين الممكنة. سين ممكن ايش تكون؟ بقولنا المتغير العشوائي سين بدل على عدد الأطفال الذكور. فباجي بحكي في الاحتمال الأول كم طفل ذكر موجود عندي؟ هاي هون عندي ولد، ولد معناته اثنين، يعني قيم سين ممكن تكون اثنين. هون عندي ولد، معناته ممكن تكون واحد. هون أيضاً عندي واحد. معناته قلنا ما بكرر هون لا يوجد بالنسبة لي فباجي بحكي صفر فقيم سين الممكن هي عبارة عن الاثنين والواحد والصفر بدي أكون جدول التوزيع الاحتمالي زي ما حكينا هاي بالنسبة لي سين وهي لام السين فباجي بحكي الاحتمال الأول صفر وواحد واثنين ايش معنى الصفر معناته انه ما يكون عندي موجود اي ذكر او اي ولد من ضمن الاحتمالات هون عندي احتمال واحد ما يكون في اي ولد موجود عندي بنت بنت فبالنسبة لنا هو احتمال من اصل بعد الاحتمالات واحد اثنين ثلاث اربعة فعندي واحد من اصل اربعة لما يكون عندي موجود ولد واحد هي هون عندي واحد موجود في ولد وهي كمان احتمال موجود في ولد فاثنين من اصل اربعة لما يكون عندي الاطفال الاثنين ذكور او الاثنين اولاد هي عندي هون ولد ولد معناته واحد من اصل اربعه، عندي احتمال واحد، وهذا بالنسبه لنا الجدول اللي كوناه بنسميه جدول التوزيع الاحتمالي. وهيك احنا بنكون حلينا هاي المساله. نيجي على سؤال اربعه، بحكي لي اذا دل المتغير العشوائي سين على مجموع العددين الظاهرين في تجربه القاء حجري نرد. نيجي نشوف تجربة إلقاء حجرين نرد إحنا زي ما حكينا في بداية درسنا حجر النرد لما بدي أجي أوجد له عناصر أوميجا بنعملها بهذا الشكل أسهل إلي كثير في الحل الحجر الأول هاي عندي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة الحجر الثاني هاي أيضا واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة هيك أسهل إلي لإيجاد عناصر الفضاء العيني وقيم سين اللي هو طالبها مني. بداية بحكي إذا دل المتغير العشوائي سين على مجموع العددين الظاهرين في تجربة إلقاء حجري نبض. إيش يعني مجموع العددين الظاهرين؟ يعني أنا عندي من الحجر الأول طلع واحد، من الحجر الثاني أيضاً طلع أيضاً واحد، باجي بجمعهم، واحد زائد واحد، الجواب اثنين، باجي بحكي واحد زائد اثنين، الجواب ثلاث، واحد زائد ثلاث، الجواب أربعة، واحد زائد أربعة خمسة هاي بالنسبة لنا هي عبارة عن سين اللي هو المتغير العشوائي بكمل واحد زائد خمسة ستة بحكي لنا مجموع العددين الظاهرين فأنا بجمع القيم واحد زائد ستة سبعة هس هون زائد واحد ثلاث اثنين زائد اثنين أربعة اثنين زائد ثلاث خمسة اثنين زائد أربعة ستة زائد خمسة سبعة زائد ستة ثمانية ومنكمل بنفس الطريقة ثلاث زائد واحد

ثمانية خمسة زائد أربعة تسعة خمسة زائد خمسة عشرة وخمسة زائد ستة إحداش ظل عنا آخر قيمة اللي هي الستة ستة زائد واحد سبعة ستة زائد اثنين ثمانية ستة زائد ثلاث تسعة ستة زائد أربعة عشرة ستة زائد خمسة بالنسبة لي إحداش ستة زائد ستة 12 فبقول لي سين بدل المتغير العشوائي سين على مجموع العددين الظاهرين، قيم سين الممكنه معناته اللي احنا بدنا نكتبها هي عباره عن مجموع العددين الظاهرين، انا بدي اخذ العدد بدون تكرار، هون عندي اثنين معناته قيم سين رح تكون اما اثنين، عندي هون الثلاث مرتين، قلنا العدد المكرر باخذ منه واحد، هي الثلاث، عندي هون الاربعه هي بناخذ الاربعه، عندي هون هيك الخمسه باخذ منهم وحده، عندي هيك السته يلا من هذولا كلهم بدي اخذ ستة وحدة وعندي ايضا السبعة فباخذ وحدة عندي الثمانية بناخذ وحدة والتسعة بناخذ منها وحدة والعشرة باخذ وحدة ال11 وال12 وهيك انا قدرت اكتب قيم س الممكنة في هاي الحالة لو اجا قال لي في المطلوب جد قيم التي يمكن ان ياخذها المتغير العشوائي سين هاي بالنسبة لنا فرع الف هاي بتمثل لي القيم التي يمكن أن يأخذها المتغير العشوائي C هيك إحنا أوجدنا القيم اللي ممكن يأخذها المتغير العشوائي سين بالنسبة لنا طالب بالسؤال بقول لي سين مجموع العددين الظاهرين كتبنا حجر النرد الأول اللي هي الأعداد من واحد لستة بالإضافة لحجر النرد الثاني أيضا الأعداد من واحد لستة وجمعنا هذول الأعداد وشفنا النواتج اللي بتطلع معنا وقلنا بأخذ القيم بدون تكرار فأخذناها من الاثنين 12 بفرع باشو طالب منا في السؤال بقول لي أكتب جدول التوزيع الاحتمالي للمتغير س زي ما حكينا جدول التوزيع الاحتمالي ناخذ قيم س هي عندي اثنين وعندي الثلاث عندي الاربعة الخمسة الستة السبعة الثمانية التسعة العشرة الحداش الاثناش وهي لام السين باجي بحكي الاثنين كم مرة ظهرت عندي في غير هاي ما في معناته ظهرت عندي مرة واحدة هسا أنا لما أرمي حجرين نرد عدد عناصر أوميجا بالنسبة إنها 36 زي ما حكينا في بداية الدرس طب كم مرة ظهر عندي العدد ثلاث باجي بحكي هاي مرة مرتين معناته 2 من 36 كم مرة ظهر عندي العدد أربعة بعد واحد اثنين ثلاث هاي ظهر عندي ثلاث مرات من أصل 36 الخمسة كم مرة ظهرت واحد اثنين ثلاثة أربعة هاي أربعة من ستة وثلاثين العدد ستة هاي مرة مرتين ثلاث أربعة خمسة خمسة من ستة وثلاثين باجي بحكي العدد سبعة واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة أيضا ستة من ستة وثلاثين بالنسبة لنا العدد ثمانية كم مرة ظهر باجي بحكي واحد هاي عندي هون واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ظهر خمسة من أصل 36 العدد 9 بالنسبة لنا كم مرة ظهر هي عندي 1 2 3 4 ظهر 4 مرات من أصل 36 العدد 10 ظهر مرة مرتين 3 هي 3 من 36 بالنسبة لنا العدد 11 ظهر مرة مرتين من أصل 36 وآخر إشي ال 12 ال 12 ظهرت مرة واحدة من أصل 36 مرة هذا الجدول اللي كوناه بالنسبة إلي منسميه جدول التوزيع الاحتمالي اللي هو طالبه منا في السؤال نيجي على فرع ج بحكي لي بفرع ج بين ان لام اقتران احتمال قلنا عشان ابين انه لام اقتران احتمال بدي اجمع كل الاحتمالات اللي طلعت معي في الجدول ولازم الجواب يكون واحد فباجي بحكي واحد على ستة وثلاثين زائد اثنين على ستة وثلاثين زائد ثلاثة على ستة وثلاثين زائد اربعة على ستة وثلاثين خمسة على 36 ستة وثلاثين على ستة وعندي ايضا الخمسة على ستة وثلاثين الاربعة على ستة وثلاثين على ستة وثلاثين على ستة 36 زائد الواحد على ستة 36 هاي الاحتمالات كاملة اللي ظهرت معي بدي أجمعها وأشوف مجموعهم بطلع عندي واحد ولا لا فباجي بحكي واحد زائد اثنين ثلاث زائد ثلاث ستة أربعة بصير عندي عشرة زائد خمسة خمستاش و6 21 و5 26 و4 30 زائد 3 33 و2 35 و1 36 فبالنسبة لي الجواب مجموعهم 36 على 36 اللي هو قيمته 1 وقلنا لما يطلع معي الجواب 1 باجي بحكي لام هو عبارة عن اقتران احتمال وهيك أنا قدرت أوجد القيم اللي ممكن يأخذها المتغير العشوائي عملت جدول التوزيع الاحتمالي بينت انه لام اقتران احتمال وهذا النوع من الاسئلة جدا جدا مهم نيجي على السؤال الخامس اخر فكرة في الموضوع اللي احنا موجودين فيه اللي هو المتغير العشوائي المنفصل بحكي لي في تجربة القاء حجر نرد مرتين نفس السؤال اللي قبل بقول لي وعرف المتغير العشوائي سين على أنه الفرق المطلق للعددين الظاهرين نشوف شو يعني الفرق المطلق بداية التجربة الموجودة عندنا هي عبارة عن إلقاء حجرين نرد وزي ما اتفقنا الترتيب هي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة هاي هون ثلاث أربعة خمسة ستة هسا بالنسبة إلي بقول لي سين المتغير العشوائي س عرفناه على انه الفرق المطلق للعددين الظاهرين، ايش يعني فرق مطلق؟ اول شيء الفرق معناته انا بدي اطرح هذول العددين، باجي بحكي واحد ناقص واحد صفر. طب واحد ناقص اثنين سالب واحد بس بس بما انه قال لي بالسؤال الفرق المطلق معناته باخذه بدون اشاره، فواحد ناقص اثنين واحد، واحد ناقص ثلاثه اثنين، واحد ناقص اربعه ثلاث،

الجواب: اثنين ثلاث ناقص اثنين واحد ثلاث ناقص ثلاث صفر ثلاث ناقص اربعة واحد ثلاث ناقص خمسة اثنين ثلاث ناقص ستة ثلاث هسا باجي بحكي الأربعة ناقص واحد ثلاث أربعة ناقص اثنين اثنين أربعة ناقص ثلاث واحد أربعة ناقص أربعة صفر أربعة ناقص خمسة واحد أربعة ناقص ستة اثنين خمسة ناقص واحد اربعة خمسة ناقص اثنين ثلاث خمسة ناقص ثلاث اثنين خمسة ناقص اربعة واحد خمسة ناقص خمسة صفر خمسة ناقص ستة هي واحد ونفس الاشي بالنسبة للستة ناقص واحد خمسة ستة ناقص اثنين اربعة ستة ناقص ثلاث ثلاث ستة ناقص اربعة اثنين ستة ناقص خمسة واحد ستة ناقص ستة صفر وهيك انا بينت له الفرق المطلق للعددين الظاهرين على في تجربه القاء حجري نرد طالب منا في السؤال بيقول لي القيم التي يمكن ان ياخذها المتغير العشوائي سين. هذا المطلوب فرع الف القيم التي يمكن ان ياخذها المتغير العشوائي سين باجي بحط قيم سين بتساوي بالنسبة لنا عشان نعرف شو هي القيم التي التي يمكن أن يأخذها المتغير العشوائي سين باجي بطلع على على النواتج اللي طلعت معنا في السؤال عندي طلع الصفر معناته ممكن يكون صفر وما بكرر حكينا بدون تكرار ممكن يطلع صفر بدون تكرار ممكن يطلع بالنسبة لي أيضا الواحد هاي ممكن واحد ممكن يكون اثنين وممكن يكون ثلاث هاي عندي ثلاث وممكن يكون اربعة وممكن يكون خمسة أكبر من الخمسة ما مش موجود عندي لأنه الفرق المطلق بين العددين ما بعطيني عدد أكبر من الخمسة فبالنسبة إلنا القيم التي يمكن أن يأخذها المتغير العشوائي هي الصفر الواحد الاثنين الثلاث والأربعة والخمسة فالمطلوب فرع باء بقول لي أكتب الجدول التوزيع الاحتمالي فرع باء أكتب جدول التوزيع الاحتمالي. قلنا جدول التوزيع الاحتمالي، قيم س ولام السين. يلا، قيم س اللي هي الصفر، الواحد، الاثنين، الثلاث، والاربعة، والخمسة. باجي بحكي، الصفر كم مرة ظهر معي؟ بعد واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ستة من أصل حجرين نرد، احتمال أو عدد عناصر أوميجا. عدد عناصر أوميجا بالنسبة لنا ستة وثلاثين قلنا في تجربة إلقاء حجري نرد عدد عناصر أوميجا هم ستة وثلاثين عنصر ظهر مع الصفر في ست مرات هاي واحدة ثنتين ثلاث أربعة خمسة ستة ظهر ست مرات من أصل ستة وثلاثين كم مرة ظهر عندي العدد واحد هاي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر ظهر معي عشر مرات من أصل ستة وثلاثين مرة كم مرة ظهر عندنا العدد اثنين هي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية من أصل ستة وثلاثين كم مرة ظهر العدد ثلاث هي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة ظهر بالنسبة لي ست مرات من أصل ستة وثلاثين العدد أربعة هي عندي مرة مرتين ثلاثة أربعة أربع مرات من أصل ستة وثلاثين العدد خمسة هاي مرة مرتين اثنين من ستة وثلاثين وبهاي الطريقة انا بكون كونت له جدول التوزيع الاحتمالي وهيك احنا بنكون حلينا هاي المسألة لو طلب مني بالسؤال بين انه لام اقتران احتمال زي ما حكينا بجمع قيم لام السين ولازم الجواب يطلع واحد فبيكون لام بالنسبة لي اقتران احتمال هذا السؤال بالنسبة انه جداً مهم اللي هو الفرق عندي تجربة إلقاء حجرين نرد المتغير العشوائي بدل على الفرق المطلق بين الوجهين الظاهر نيجي على آخر فكرة في درس المتغير العشوائي المنفصل. بحكي لي سؤال رقم 6: إذا كان التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي على صورة 0 2 بالعشرة 1 4 بالعشرة 2 فاصلة ب جد قيمة ب زي ما احنا تعلمنا إنه التوزيع الاحتمالي بيكون على صورة س لام السين س لام السين س لام السين, السين. بده قيمة الثابت ب بما إنه توزيع احتمالي لازم يكون عندي مجموع احتمالات لام السين بتساوي واحد فباجي بحكي لام السين اللي هي بتكون العنصر الثاني أو الطرف الثاني فباجي بحكي الحل 2 بالعشرة زائد هون عندي ال4 بالعشره يلا يعني هاي 4 بالعشره زائد هون عندي باء الجواب لازم يكون 1 لانه توزيع الاحتمال المتغير العشوائي معطينا اياه بهي الصوره 2 بالعشره زائد 4 بالعشره هي عباره عن 6 بالعشره زائد باء بتساوي 1 ناقص 6 بالعشره للطرفين قيمه باء بالنسبه لنا 4 بالعشره وهيك انا وجدت له قيمه باء نيجي على سؤال رقم سبعة بحكي إذا كان التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي هو صفر اثنين بالعشرة واحد خمستاش بالمية اثنين وثلاث بالعشرة وثلاثة وكاف جد قيمة الثابت كاف الحل بالنسبة لنا زي ما حكينا مجموع لام السين لازم يكون واحد فباجي بحكي اثنين بالعشرة زائد خمستاش بالمية زائد ثلاث بالعشرة زائد كاف بتساوي 1 2 زائد 15% بالمية هي عبارة عن 25% بالمية زائد 3 بالعشرة زائد كاف بتساوي زي ما حكينا 2 بالعشرة زائد 15% بالمية 25% بالمية زائد 3 بالعشرة 55% بالمية زائد كاف بتساوي 1 ناقص 55% بالمية للطرفين كاف بالنسبة إلي 45% بالمية. وهيك إحنا قدرنا نوجد قيمة الثابت كاف نيجي على سؤال رقم ثمانية بحكي لي يمثل الجدول التالي التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي سين جد قيمة الثابت ع زي ما حكينا مجموع لام السين لازم يكون واحد معناته الحل بالنسبة لي اثنان بالعشرة زائد عين زائد خمسة بالعشرة بيساوي واحد اثنان بالعشرة وخمسة بالعشرة سبعة بالعشرة زائد عين بتساوي واحد ناقص سبعة بالعشرة للطرفين عين بالنسبة لي واحد ناقص سبعة بالعشرة ثلاث بالعشرة بالنسبة لسؤال تسعة واجب نتركه لإلكم لا وهيك بنكون خلصنا الجزء الأول من درس المتغير العشوائي المنفصل وتوزيع ذي الحدين بتبقى علينا في الجزء الثاني اللي هو توزيع ذو الحدين ويعطيكم العافية